سمك بوري سنجاري متقدم مع رز صيادية وسلطة المشويات. سمك البوري هننضفه من القشر ونفتحه من الظهر بسكينة أو بمقص، ننضفه ونغسله كويس. بصل وطماطم وتوم وجزر مبشور وكرفس هيتحط عليهم معلقة من مسحوق مرقة السمك من كنور، ونحط ملح وفلفل أسود وورق بقدونس، ممكن تحطوا شبت لو حابين. شرايح الليمون يتحط فوقيها السمكة المفتوحة، ويتحط فوقيها كمان الخضروات، معلقتين من الزيت، وتتشوي في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة من 20 ل 25 دقيقة. هتتقدم مع سلطة المشويات اللي عملناها في الفيديو اللي فات، وهتتقدم مع رز الصيادية اللي هنعمله في الفيديو اللي جاي.